كلمة مهمة جدا في تفاصيلها والكلام اللي ما بين السطور اللي بيوجهه الكابتن محمود الخطيب بشكل عام على فكرة لمنظومة العمل داخل النادي الأهلي والتحديدا اليوم لجهاز ولاعبي فريق كرة الماء في النادي الأهلي. أعتقد يعني بإذن الله إن شاء الله لو في استمرارية على نفس الجهد والمجهود الكبير اللي بيتبذل في قطاع النشاط الرياضي، الأندية المنافسة هتواجه صعوبة كبيرة جدا عشان تقدر تقرب من الأرقام اللي بتحقق في النادي الأهلي خلال تحديدا آخر سنتين ثلاثة. مش بتكلم في قطاع الباسكت أو الفولي أو حتى الووتر بولو، احنا بتكلم بشكل عام على إدارة مجلس إدارة النادي الأهلي لفكرة قطاع النشاط الرياضي. وقطاع النشاط الرياضي من القطاعات اللي ممكن تواجه صعوبات كبيرة جدا، لأن هي قطاعات ممكن يتصرف عليها كتير بس المداخيل المالية من البطولات اللي أنت بتشارك فيها ما بتجيبش أرقام أكيد زي بطولات الكورة. فبيبقى هنا المجهود مضاعف إنك بتحاول توفر أرقام مالية تقدر تنافس وتقدر تحقق بطولات، وفي نفس الوقت تتحقق المعادلة إنك ما تخسرش لا بطولات ولا أرقام أو فلوس. فالقصة بتبقى صعبة والمعادلة صعبة، ولكن شايفين جهد كبير جدا بيبذل في هذا القطاع خلال آخر سنتين ثلاثة، عشان كده بقول هيبقى فيه صعوب على أي نادي منافس يقدر يحقق المعادلة اللي بيحققها النادي الأهلي من خلال مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب.